دي إيمان خليف. إيمان خليف لاعبة ملاكمة جزائرية. في سنة 2023 إيمان خليف بتنضم لبطولة العالم في اليابان، بتسحق كل المنافسين بتوعها، وخلاص كانت على وشك إنها تلعب في نهائي بطولة العالم، ولكن هنا بيتدخل الاتحاد الدولي بقيادة رئيس روسي اللي بيطلع في تصريح وبيقول إن إيمان خليف هرمون التستيرون عندها عالي شوية، هرمون الذكورة، وإنه بعد مراجعة ومناقشة اللجنة بيقرر إنه يوقف إيمان من انها تخوض النهائي وبيحرمها من البطولة دي. الاتحاد الجزائري للملاكمة بيطلع في تصريح وبيقول ان الكلام ده كذب، وبيبعت ادلة وصور ومستندات تثبت ان ايمان اتولدت كانثى، عاشت حياتها كانثى، خاضت بطولات وشاركت في بطولات الملاكمة دي كأنثى، ولكن الاتحاد الدولي للملاكمة بيرفض. إيمان طبعا بتحس بظلم شديد جدا ولكنها بترضخ للقرار. بنيجي بقى معلم لسنة 2024 في أولمبياد باريس. إيمان بتخش البطولة وبتلعب باسم الجزائر، بتقابل أول منافسة ليها لاعبة إيطالية اسمها كارلينا. في ظرف 46 ثانية بس إيمان بتسدد للاعبة دي لكمة بتخليها حرفيا تنهار. اللاعبة بتعيط قدام العالم كله، ما بتقدرش تستحمل لكمة إيمان وعلى طول بتنسحب. اللاعبة بعديها بترفض إنها تسلم على إيمان، وبتطلع في تصريحات وبتقول إن إيمان متحولة وإنها بتشعر بالظلم إنها لعبت إيمان، بما إن إيمان دي بالنسبة لها راجل. الغرب المتفتح الأبيض الكيوت الجميل اللي مؤمن بالحريات بيمسك إيمان وبيجلدها جلد، بيتنمروا على شكلها وبيتعنصروا على جنسها وبيتعنصروا علينا كمان كعرب، بالذات النساء العرب. كلمات مهينة جدا جدا لأي أنثى عربية، وطبعا بيوصفوا إيمان بالراجل. بعدها بيجي الدور على لاعبة مجرية المفروض هتلاعبها إيمان، اللي بتزود من العنصرية وبتطلع في ستوري عندها على الانستجرام وبتحط صورة البنت بتلاعب وحش، بتمثل نفسها بالبنت وإيمان دي هي الوحش. تاني يوم إيمان بتلعبها وبتسحقها برضو 5-0، 5 جولات بتنهال عليها بالضرب لدرجة ان البنت المجرية دي ما بتقبش قادرة تقف على رجلها. ومع كل لكمة بتسددها إيمان، الغرب المتفتح الكيوت بيزداد غيظ وحقد وبيروج لإشاعات مهينة ان إيمان مش أنثى وبيزدادوا تنمر عليها. إيمان كل ده حس بالظلم ولكنها ثابتة. الاتحاد الدولي للملاكمة كان عايز يوقفها من خوض أولمبياد باريس، بس المسؤولين عن تنظيم الاولمبياد في باريس بيرفض رفض قاطع انهم يوقفوا ايمان. بيوصف الاتحاد الدولي للملاكمه بالعنصريه بالانحياز الجنسي وان معاهم ادله كافيه تثبت ان ايمان انثى وبيسمحوا لها تشارك. ايمان طبعا بتطلع في كذا تصريح بتقول انها حاسه بالظلم وان مكسبها في اللعبه دي مش مكسب بس للجزائر، بل هو مكسب لكل العرب عموما، وهي عندها حق، ما ينفعش نشارك في حملات التشويه والعنصريه بهدف الضحك والهزار. هم بيتريقوا عليك انت، ما تبقاش منبطح عشان تبقى جزء من الغرب المتفتح الكيوت. إيمان فخر لكل أنثى عربية، فخر للعرب عموما، وأتمنى تستمر وتاخد البطولة دي. قولي رأيك في الكومنتات وبيس.